السلام عليكم. في الفيديو ده هنشوف حساب التورشنال ستريسز وحسابات الديفليكشن ديو تو تورشن اللي هي هتبقى التويستنج انجل بتاعتنا. طيب خلينا نراجع الرول كده بسرعة. الرول بيقول لي التاو اللي هو الشير ستريسز ديو تو تورشن بيساوي التي في رو اوفر جي. تعال نفصصها كده. التي هي الانترنال ريزلتنت تورشنال مومنت. يعني ايه الكلام ده؟ تخيل معايا كده، لو انا عندي سكشن في element، الelement ده رد circular ومتشفت متثبت في الاخر، اعمل له في fixation في الاخر. طيب لو انا فرضت ان ده ال x axis وده ال z axis وده ال y axis، فال torsion moment هي المومنت اللي بتلف حوالين الاكس اكس. طيب خلي بالك ان هنا اللي في الرول الاستريسز هو الانترنال ريزلتنت، يعني انترنال فورس مش الاكسترنال ابلايد فورس. تمام. ايه الرو؟ الرو دي اسمها الراديال ديستنس. ايه الراديال ديستنس؟ radial distance يعني المسافة من، لو أنا خدت section وبصيت هلاقي ده كده شكل ال section بتاعي وادي ال centroid بتاع ال section، فال radial distance هي المسافة دي، مسافة من ال centroid لغاية أي نقطة أنا عايز أحسب عندها، دي أنا هسميها رو. طيب إيه maximum رو؟ إيه أقصى قيمة الرو؟ أقصى قيمة الرو هتبقى هي المسافة من هنا لغاية آخر فايبر في السكشن بتاعي اللي أنا هسميها بعد كده الار اللي هي الراديوس. يبقى هتلاقي في بعض الكتب بتكتبها يا إما الراديوس كده كابيتال يا إما هتكتبها لك سي. تمام. الجي هي البولر مومنت اوف انرجي. يعني ايه؟ يعني مقاومة السكشن للتوش. جميل. هتلاقي تكوين الرول ده اللي حابب يحفظه هتلاقيه شبه الرول بتاع النورمال ستريسز ديو تو بندنج. ادي الاسترس بيساوي ام مومنت، ادي المومنت، واي هي الديستنس من السنترويد الاكسيز للنقطة اللي انا هحسب عندها وبتبقى ماكسيمم لأبعد نقطة في القطاع، على مقاومة القطاع للبندنج. هنا مقاومة القطاع للتورشنال بندنج، هنا اي وهنا الجي، ده اللي حابب يربطهم ببعض ويحفظهم. تمام. طيب الممبر ده لما يتعرض ل تويستنج مومنت بالمنظر ده، فالنقطة اللي هنا هتتحرك وتوصل للنقطة دي، فيكون لي هنا ثيتا او twisting angle. طب ايه الرول بتاع التويستنج انجل اللي هي ثيتا؟ تلاقي بتساوي t في l على j في g. طيب لو نفتكر مع بعض في الاكسيال كنا بنقول ان relative deformation، هنا نفس الكلام، هو relative deformation ثيتا من النقطة، لو انا فرضت دي نقطة A ودي نقطة B، فهتلاقي ان ثيتا هي ال relative انجل من النقطة A with respect to نقطة B. طيب يعني انا هشوف النقطة A دي هتلف مقدار قد ايه، هتعمل لي انجل قد ايه with respect to نقطة B هتلف قد ايه. في الحالة دي في الشكل اللي قدامنا ده نقطة B fixed، يعني مش هتتحرك، يعني هنا الثيتا بتاعت ال B نفسها زيرو، يبقى ثيتا A relative to ثيتا B او ثيتا A with respect to B في الحالة دي هي ثيتا بتاعت الانجل ايه
الابسوليوت، تمام؟ عشان النقطه دي ثابته عندي في الحاله. طيب هنلاقي بعد كده ظهر معانا سيجما. تعال نفصص برضو الرول ده ونشوف كل جزء بيه يتكلم عن ايه. بالنسبه للتي، التي هي نفس الكلام، هي الـ internal resultant torsional moment عند الجزء اللي انا هحسب عنده. حلو. وايه الجي؟ الجي برضو نفس الكلام، هي الـ polar moment of energy. طيب ايه الجي؟ ده جزء جديد المرة دي. الشير، الجي هي الشير modulus. لو نفتكر لما كنا بنحسب الـ deflection دلتا بيساوي PL over EA، فكان عندي ترم بيعبر عن الماتيريال بتاعتي، مقاومة الماتيريال اللي هو E. هنا كان اليونجز مودولس. طيب هنا بالنسبة لي في التورشن انا عندي شير مودولس. جميل. طيب ايه ال L؟ نركز في ال L. ال L هو length of member at which اللي عنده constant T, J, and G. تمام؟ تاني، يبقى ال L هو مش طول الممبر كله، هو ممكن يبقى صدفة طول الممبر كله لو الممبر كله مع عليه torsion moment واحدة زي ده كده مثلا. الماتيريال اللي معمول منها الممبر واحدة فيبقى ليها G constant، والقطاع بتاع ال section، القطاع بتاع الممبر نفسه ما بيتغيرش من الاول لغايه الاخر، فيبقى ال G كمان constant. ساعتها تاخد ال L هو طول الممبر. لكن لو فرضنا ان انا عندي حاجه بالمنظر ده كده، هتلاقي ولو انا حاطط هنا T وحاطط هنا T وحاطط هنا T مختلف، فهتلاقي ان هنا من اول النقطه دي لغايه النقطه دي ال T بتتغير، يعني هنا ثابتة بعد كده تتغير، بعد كده تتغير بمقدار تاني، بعد كده تتغير بمقدار تاني. هتلاقي ان ال T constant على الجزء ده بس، وال T constant على الجزء ده بس، وال T constant على الجزء ده بس. نفس الكلام القطاع، يبقى المقاومة القطاع هتلاقيها constant في الحتة دي بس، و constant في الحتة دي بس، و constant في الحتة دي بس. يبقى أنا عشان أجي أحسب ال relative twisting angle من عند النقطة دي with respect to النقطة دي، لازم أحسب الريجن دي لوحدها والريجن دي لوحدها والريجن دي لوحدها، وهنشوفها في اكزامبل بي. طيب اما بالنسبه للساين كونفنشن، فخلينا نقول ان احنا في الساين كونفنشن هنستخدم حاجه اسمها الرايت هاند رول بتدرس في ثانويه. طيب هنعمل ايه؟ هنحط الثمب، الصباع الكبير بتاعنا على الاتجاه بتاع الاكس اللي طالع من السكشن، وهتلاقي بقيه صوابعك بتلف في اتجاه ما، اللي هو هيبقى الاتجاه ده. الاتجاه ده هو اتجاه البوزيتيف بالنسبه للثيتا بالنسبه للتي. تمام. يبقى الرايت هاند رول ده اتجاه البوزيتيف بتاعنا، عكس كده هو النيجاتيف. وده طبعا assumption، انت ممكن تفرض ساين كونفنشن عكس الكلام ده وتشتغل بيه.